يوسف، شكرا انك استضفتينا في هذا المكان الجميل ومبيت الطرب. علاش هذا الاقتراح؟ انت سولتيني وتقريبا هو الاول اللي جا لي في بالي باش نهضروا على الكتاب. اول حاجه لان بيت الطرب فيه ابداع، وملي كنهضروا على الكتاب كنهضروا على ابداع. بيت الطرب فيه مكتبه اللي بدات من البدايه ديالو، كانت مكتبه بتطوع من الاصدقاء في طنجه وكذا. بيت الطرب فيه ذاكره، والكتابه هي كامله ذاكره. بورخيس كيقول نكتب بما نتذكره وما ننساه، يعني لهذا اخترت بيت الطرب. انت كاتب روائي من مدينه طنجه، تكلمنا على العالم ديالك الابداعي بصفه عامه وعلى الروايه ديالك الاخيره. العالم ديالي الابداعي هو شامل، وغالبا انا معروف في طنجه ولا في وسائل التواصل الاجتماعي كيقولوا لي متعدد المواهب، مع انني ما كنشوفش التعدد، لان كنعمل النحت، كنعمل الرسم، كنعمل الكتابه، شويه التمثيل في الكوميديا. ملي كنكون كنبدع ما كنحسش هذا الفرق، ولكن المتلقي كيشوف الفرق، كيشوف ان هذا نحت، هذا رسم، هذا روايه. هذا هو العالم ديالي. بديت الكتابه من دائما، وبديت الرسم دائما، وبديت النحت من دائما. الكتابه بديتها بقصص قصيره بالعربيه وبالاسبانيه. كنت عايش في برشلونه واحد 7 سنوات. الروايه بديتها هذه واحد 3 سنين مع اماسين، ودابا تفاحه فاغنر. الروايه كتحتاج نضج، مع ان كانت دائما هي الافق ديالي، لدرجه على ان بزاف القصص كانوا في المستوى وما حافظتش عليهم. يعني نالوا الاعجاب، تنشروا بالاسبانيه وبالعربيه، ولكن كانها كانت عباره عن تدريب. دائما كان الميطا ديالي هو انني نكتب الروايه، لان الروايه فيها واحد الشبه من الحياه، من الحيز ديالي ومن الحيز ديال الناس، الطول ديالها، التغير اللي كيوقع، بينما القصص القصيره اللي كتكون فحال فلاش كتهضر على 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 الومضه، شي حاجه كدوز. وانا كنت مسكون بشي حاجه انني خصني تكون عندي شخص ديالي، عالم اللي كنكتب فيه، فحال 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 النحت والرسم. كذلك ديك الشيء اللي وقع لي في النحت والرسم، اني دائما عندي واحد الطريقه كنرسم بها وكنحس بها وماشي متبعه. دابا مع تفاحه فاغنر، تفاحه فاغنر عندها واحد الخصوصيه، جات تكتبت في الكونفينمون، تكتبت في الحجر الصحي اللي دوزنا. والخصوصيه ديالها هو ان كتحدث على ابطال ديجا بقوا في واحد البرج، ما خرجوش من واحد البرج، من بعد في واحد المقهى، وكل شيء مجدود. فملي جات الكونفينمون يعني جات فيها واحد الضربه ديال الحظ، لدرجه انني كنت كنفرح ملي كيمددوا الحجر. يعني كانت الناس باغا تخرج، باغا الناس باغا تعمل تجاره، باغا الرواج، وانا كنت فرحان لان كنقول خصني غير نسالي الروايه ويحلوا الحجر. لدرجه كنت كنتبع الاخبار ديال القناه الثانيه والاولى باش نعرف واش عيتسالى الحجر، لان تفاحه فاغنر تتحدث عن شخص وقع لهم نفس الشيء اللي وقعنا احنا بظروف مختلفه طبعا، انهم بقوا في واحد البرج وعاشوا احوال. يعني نخلي القارئ اللي يكتشف بالضبط الاحداث والشخوص ديال الروايه، ولكن هذه هي تفاحه فاغنر، ان كان واحد المكان بحال نقولوا مختصر، ولكن الافكار وقع لها انفجار، الافكار والاحاسيس وكذا. وهذا كان اول اكتشاف ديالي بواحد الطريقه جديده للكتابه، هو ان النقاد اللي هضروا على تفاحه فاغنر هضروا على انني ما كاينش احداث بزاف، ولكن كاين روايه، كاين افكار، وكاين مونولوج داخلي، كاين احلام، كاين بزاف ما يتقال، لدرجه انني نقدر نزيد نعمل الجزء الثاني ديال تفاحه فاغنر، مع ان الاحداث بسيطه. في البرج البطل رجع للمغرب اللي مشى لاوروبا، ما كاينش احداث كثيره. وعلى حسب ما فهمت بان ممكن ان الملل، ممكن ان من يعني واحد يعني روتين يومي اللي تقريبا تيتشابه، اننا نبدعوا، اننا نخلقوا. هذه من بين الاكتشافات اللي اكتشفتها في الكتابه ولا في ديك الظروف اللي عشناها، هو ان كل ما كونسونتريتي بزاف في الموضوع، في الشخص، في الاحداث، كل ما كانت ضيقه كل ما الابداع كينفجر اكثر. هذا هو التفسير الواحد
اللي كيهضر عليه تاع اينشتاين ولا نيكولا تيسلا، كيهضر على الكون، كيقول لك الكون حيت هو كبر دابا حيت كان صغير بزاف. فانا اكتشفت هذه القضيه في الكتابه، ان كل ما ركزتي بزاف، كل ما ركزتي على 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 نقطه واحده غادي تبدا اكثر. ما تبداش اكثر لو قلتي غادي نكتب واحد الكتاب مثلا على رحله في العالم وغادي ندور امريكا والمغرب وكذا، لا، تقدر تبدا انك تحدد نقطه، مثلا تقول غادي نجي نبيت الطرب هنا ونحكي على جوج شخوص او لواحد المراه وراجل مجوجين وجاو لهنا وبداو كيتحدثوا على الذكريات، تقدر تخرج روايه من 700 صفحه. علاش؟ كل مره ركزتي بزاف. فلهذا بالعكس المرحله الحجر ما كانتش فيها الملل، بالعكس وقع لي واحد التدفق اللي وقع عند بزاف ديال الكتاب. بزاف الكتاب عاشوا هذا التدفق، من اشهرهم كان مارسيل بروست. مارسيل بروست كان عنده مشكل في الكتابه، ترجم كتاب ما تعرفش، كتب واحد الكتاب حس براسو ما قدرش يبدع. هو مرض بواحد المرض معين وجلس في الفراش، جلس في الفراش، فاذا بيع يكتب البحث عن الزمن المفقود اللي فيه 7 لي طوم، لدرجه فهمتي كانوا في الاول ما بغاوش حتى ينشروا له، قالوا له عمرنا ما كيفاش غادي نشروا له واحد الانسان كيهضر 20 صفحه غير كيفاش كيتقلب في الفراش. وصبحوا من اصبح من اشهر كتاب القرن العشرين هو وجوس ورولف. كيفاش ممكن ان الكاتب يقرب من القارئ؟ انا يعني جيت من كليه الفلسفه، تخصص علم النفس، احب العزله، عندي هوايات ديالي، يعني انا واحد الانسان نقدر نعيش بوحدي، نقدر نكون بوحدي. ومع ذلك ملي جيت نكتب روايه قلت اذا الناس اللي خصهم يقراوها، اذا خصني نكتب شي حاجه اللي الناس يقراوها. واحد المثال هذا عمري ما يتنسى، لان كنت عايش في اسبانيا وكنت عايش في برشلونه وكيكتبوا بالكاتالان وبالاسبانيه، وكنت كنقرا بالاسبانيه ولكن خفت على اللغه العربيه. قلت انا كيفاش الحل؟ انا اتصلت بواحد الاخت ديالي هنا في طنجه، قلت لها جمع لي واحد 10 الروايات وكذا، الكتاب مغاربه طنجاوه ديالنا ولا الكتاب مغاربه، المهم خصني نقرا. تقريبا باقي عقل صردت لي شي 7 الروايات، وتقريبا ما قريتهم جيما، باش نهضر معك بكل صراحه. طبعا هما ماشي كتاب معروفين، ولكن كتحس ان الانسان ما كيهموش اللي كيقرا، يعني كيهمو هذاك الكتاب ويصدرو، وإلا قلت له بنادم ما كيقراش يقول لك المشكل ديالو، فهمتي؟ ما قريش حتى واحد. يعني ملي كتشوف الكتاب الفرنسيين ولا الكتاب الالمان ولا الكتاب، يعني واعيين بهذه القضيه، واعيين ان الناس تقرا، وتقرا في الشاطئ واحد الكتاب ممل، واش تقدر تقرا في الشاطئ؟ في اوروبا كيقراو في الشواطئ، كيقراو في المترو، كيقراو في الترن. يعني خصنا نبقاو نجيو هذا النوع ديال الكتب اللي تقرا بسهوله. والحياه راه ماشي فيها غير الصعوبه، يعني كاين بنادم كيقول لك لا هو الفكر معقد، لا، الفكر معقد ومبسط، الفكر فيه كل شيء، ما كاينش قوالب باش تقول على ان ضروري الكتاب يكون معقد، ضروري المفكر يكون ما كيفهمو حتى واحد. ما يسمى بلغه الخشب، لغه الخشب موجوده دابا حتى في الكتب، انك تدخل كيقول لك ماشي شغلي، ما فهمتيش، فهمتي؟ الا كنا واعيين ان الناس خصها تقرا، خصنا نعملوا مجهود طبعا بلا ما نطيحوا بالمستوى العلم، لان العلم والمعرفه والفلسفه هي شي حاجه راقيه، ولكن مهما ذلك الا كنا كنعانيوا ان الناس ما يقراوش، خصنا حلول، والحلول كنظن خصها تبدا منا، من اللي كيكتب هو الاول. شكرا يوسف على قبولك الدعوه. العفو سيدي، وهذه هديه بالتوقيع ديالي ديال تفاحه فاغنر، وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بكم في طنجه، ومرحبا بكم في بيت الطرب. تفضل سيدي. شكرا لك.